أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم راح أتكلم لكم عن أهم 10 أماكن مهجورة في العالم، على الرغم من شهرتها في الماضي وأنها تعتبر مزار سياحي يأتيها الكثير من الناس والزوار. أولا، مدينة بريبيات في أوكرانيا، حيث تقع محطة تشيرنوبيل النووية في مدينة بريبيات في أوكرانيا. تعرضت هذه المدينة إلى حادثة خطيرة جعلها من ضمن الأماكن المهجورة في العالم، وذلك بسبب الانفجار الهائل في محطة تشيرنوبيل النووية. وتسبب هذا الانفجار إلى حدوث تسربات من الإشعاعات النووية، وهذا الشيء مما دفع الأهالي إلى مغادرة المدينة عام 1986. وحتى يومنا هذا ما زالت المدينة مهجورة بسبب ارتفاع معدلات الإشعاعات النووية فيها، ولا يسمح لأهالي المنطقة بالاقتراب من المدينة أو دخولها. ثانيا، له برج كنيسة جروان في إيطاليا. اعتاد الناس في الماضي على الذهاب إلى كنيسة جروان لأداء صلواتهم، ولكن في عام 1950 اختفت الكنيسة بعد بناء بحيرة اصطناعية، وذلك بسبب حاجة الناس إلى الكهرباء، وتم بناء البحيرة في موقع الكنيسة، وهذا الشيء الذي أدى إلى غرق الكنيسة تحت سطح الأرض ولم يتبقى إلا البرج. وبهذا صارت الكنيسة مهجورة من العام 1950، وحتى يومنا هذا ما زال البرج موجود فوق سطح البحيرة الاصطناعية. ثالثا، اللي هي قلعة حصن بانرمان في نيويورك. تعود ملكية هذه القلعة إلى أحد التجار الاسكتلنديين ويدعى فرانك بانرمان. اشتهر فرانك ببيع الذخائر وتخزينها في القلعة على الرغم من إقامته هو وزوجته داخل القلعة، إلا أنه استمر في تخزين الأسلحة بها. وفي عام 1920 وقعت حادثة كبيرة داخل القلعة نتيجة انفجار مسحوق البارود نتيجة تخزين كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة داخل القلعة. وبعد هذه الحادثة أصبحت القلعة أحد الأماكن المهجورة في مدينة نيويورك. رابعا، اللي هو استاد بونتياك سيلفر دوم ميشيغان. في الماضي شهد استاد بونتياك العديد من الأحداث الهامة والمباريات العالمية والمحلية. وفي عام 2002 ميلادي قام فريق كرة القدم ديترويت لوينزا الأمريكي بترك الاستاد نهائيا وعدم العودة إليه، كان هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى الاستاد يصبح مهجورا، وحتى الان ما زال الاستاد مهجورا. ولكن هناك بعض الخطط المحتمل تنفيذها بهدم الاستاد. خامسا، المستشفى العسكري في المانيا. شهد هذا المستشفى العديد من الاحداث المهمه، ويعود تاريخ هذا المستشفى الى الحكم النازي وحكم ادولف هتلر. وذكر ايضا ان ادولف هتلر عولج في هذا المستشفى بعد تعرضه لاصابه خطيره، وذلك في منطقه الفخذ خلال الحرب العالميه الاولى. أصبح المستشفى العسكري خالي تماما حتى أعيد بناءه في القرن التاسع عشر، وذلك من أجل علاج كافة الأشخاص المصابين بمرض السل. وبعد سقوط ألمانيا الشرقية أصبح هذا المستشفى من ضمن الأماكن المهجورة في برلين. سادسا، محطة مترو الأنفاق في نيويورك. أنشأت الحكومة الأمريكية أول محطة مترو أنفاق في الجزء الجنوبي من نيويورك، وذلك في العام 1904. تميزت هذه المحطة بمظهرها الساحر الذي يعجب به الكثيرون، من خلال تزيينها بالنثريات والجدار الطوبي ذو الطابع الروماني، وبدأ تزايد الركاب على المحطة بشكل كبير، كما لاحظت الجهات المختصة تزايد عدد الركاب بشكل كبير للغاية وبشكل مستمر، وهذا يعرض صحة الركاب إلى الخطر. وهنا دعت الحاجة إلى إغلاق المحطة في عام 1945. سابعا، هامبرستون في تشيلي. مدينة هامبرستون بصحراء أتوكاما هي أحد المدن الإنجليزية القديمة والتي اشتهرت بالتعدين، وكثر عدد العمال في هذه المدينة لعملهم في التعدين، وقاموا ببناء منازل لهم في هذه المدينة، وأصبحت المدينة مأهولة بعدد كبير من هؤلاء العمال. ولكن هجرت المدينة بعد أن اكتشفت النترات الصناعية، وهذه النترات استخدمت بكثرة بدلا من استخدام أملاح الكبريت، وفي هذه الحالة اختفت محطة التعدين ولم يعد هناك حاجة إلى هؤلاء العمال، وهذا ما دفعهم إلى ترك المدينة والبحث عن عمل آخر. ثامنا، قرية سيماسم في إندونيسيا. قرية سيماسم هي إحدى المدن المأهولة بالسكان في إندونيسيا بالماضي، واضطر السكان إلى مغادرة القرية بعد اندلاع بركان جبل سينابونغ، حيث أصبحت حياتهم مهددة بالخطر بعد ثوران البركان، حيث قام سكان القرى المحيطة بقرية سيماسم بمغادرة منازلهم خوفا من البركان، وحتى يومنا هذا ما زالت القرية مهجورة. تاسعا، مسرح أورفيوم. أغلق مسرح أورفيوم في عام 1962 ميلادي، وذلك بعد أن انتشرت شائعات تجديد المسرح وإعادة افتتاحه مرة أخرى بعد إعادة تصميمه وترميمه من جديد.
حتى الآن لم يفتتح هذا المسرح وأصبح من الأماكن المهجورة. ويذكر أن تصميم المسرح في غاية الجمال والروعة، فهو مثال على الفن المعماري. وضم هذا المسرح الكثير من المرافق مثل قاعات الرقص والصلاة الرياضية. عاشراً، كولموناسكوب في نامبيا. هل تعلم أن مدينة كولموناسكوب كانت من أكثر مدن نامبيا التي تنبض بالحيوية، خاصة بعد سكن عمال المناجم الألمان في المدينة؟ وفي الماضي احتوت المدينة على كثير من المرافق الترفيه للتخفيف عن العمال. وبعد الحرب العالمية الأولى بدأ السكان في هجرة المدينة واحد تلو الآخر. كثرت الأقاويل بأن بعض السكان فروا من المدينة بعد العثور على الألماس.